بنيجي بقى ثقافه المربيه. يعني زمان ماما كانت بتشيل، وماما او حماتي او يعني حد مني كانوا دايما في الروح دي في الاسر بشكل كبير جدا. اخلف اروح اقعد عند ماما، فماما هي ماما او حماتي مصدر مصدر ان هي هتبقى شايله ولادي في رعايه وفي تربيه زي ما انا اتربيت. دلوقتي الحقيقه بقت الناس مش فاضيه لبعض تقريبا، وبقى في ثقافه المربيه او الداده اكتر من الام والجده، من الجده دي ليها دور مهم من وجهه نظري جدا، عشان الجده دلوقتي كمان بتشتغل. ما هو بالظبط بقول لك الثقافات شويه اختلفت. وفي نفس الوقت بقى ليه انا بقول كده؟ لانه احنا زمان من واحنا اطفال، يعني في الجيل بتاعي انا بقول ان احنا اتعلمنا يعني ايه وطن ويعني ايه انتماء من واحنا في البيت قبل ما نروح المدرسه. اوكي، كنا بنتعلم ده من ايه؟ من اول ما بابا بيفهمك وماما بتفهمك انك تحافظي ان في حاجه اسمها ان بيتك ده مكانك، ده وطنك الصغير، وانه يعلموا يعني الانتماء بيجي من واحنا اطفال بننتمي لاوضتنا وسريرنا واللعبه بتاعتنا في وللمدرسه بتاعتنا، والانتماء بيفضل يكبر معانا لحد ما بنكبر يبقى عندنا انتماء للوطن. يعني حاله الحب ما بين الطفل والمدرسه دي كانت يعني زمان كان في حالات حب. انا فاكره مدرسين لحد دلوقتي لا كان في يعني بيقعدوا بالاربع والخمس سنين في حاله حب. يعني يا دعاء حبيبتي الفصل زمان على ايامي انا كان اقصاها 20 بني ادم، حتى لو مش بنتكلم على عدد النهارده. اي مدرسه اللي ممكن تسيطر على طفل فيه 100 طفل؟ لا، ومش حكايه العدد برضو يا امل، حكايه انه حتى المدرسين، ما هو احنا كلنا اتغيرنا، هي مش بس المدرسين اللي اتغيروا، هي المدرسه اللي رايحه المدرسه اتغيرت والطالب اتغير، فهي منظومه الام اتغيرت والاب اتغير ومنظومه التعليم اتغيرت ومنظومه العلاقات الاسريه اتغيرت، ما بقاش في حد بيحاول يفهم، كله بيستسهل.